أطلق معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة تطبيق عاصمتي للهواتف الذكية، ودشن الموقع الإلكتروني للمحافظة بحلاته الجديدة، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمبنى المحافظة بالقضيبية. وقال معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة في كلمة له في المؤتمر إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة محافظة العاصمة لتحديث وتطوير قنوات تواصلها مع الأهالي بعد تزويد المنصتين بتقنيات مميزة في مجال النشر الرقمي. وأوضح المحافظ أن التطبيق يتيح لمن هم داخل المحيط الجغرافي للعاصمة التقاط صور لتقديم مقترح أو شكوى حوله مع إرفاق التفاصيل، ومن ثم إرسالها للمعنيين بالمحافظة. كما يمكن للمستخدمين متابعة تفاصيل سير مقترحهم أو شكواهم. ونوه معاليه بأن من منطلق الشفافية مع الأهالي أتاحت المحافظة لجميع المستخدمين متابعة كافة الشكاوى والمقترحات المقدمة من قبل أهالي وزوار المحافظة. وأشار إلى أن المحافظة عملت على إدخال تحسينات على الموقع الإلكتروني بعد تجديده لخلق قاعدة معلومات للزائرين والمتصفحين حول كل ما يهمهم من أمور متعلقة بالمحافظة. قدرنا أن نطلع بشيء جديد وهو التطبيق، هذا التطبيق اللي يسهل على المواطن تقديم شكوى أو مقترحة، وفي نفس الوقت التواصل مع المحافظة من خلال برامجنا أو فعالياتنا أو أخبارنا. وهذه هي نقلة نوعية لأرقمة يعني مثل ما يقولون المحافظة، وتحويلها إلى يعني تسهيل تحويلها والتواصل مع الأهالي من خلال السوشيال ميديا. طبعا وهذه سهل التحول الرقمي للمحافظة بحيث أنها تقدم جميع خدماتها للمواطنين بصورة سهلة وسلسة، وفي نفس الوقت فيها تحدي لأن احنا نتعامل مع الشكاوي الأهالي ومقترحاتهم بصورة شفافة بكل شفافية، أنها تطلع في التقارير والكل يشوفها وإذا نفذناها أو لم ننفذها. هاي التطبيق اللي راح يخدم العاصمة ككل من ناحية الخدمات ومتابعة البلاغات من الأهالي والمقيمين. نحن كمجلس أمانة العاصمة نرحب بهذه المبادرات ونوضع يدنا مع يد المحافظة لنكون شركاء في هذه التطبيقات اللي تخدم الجميع. هذه النوع من التطبيقات هي اللي تعطي الاسم إلى العاصمة، ونحن دائما نطالب أن نكون مدينة ذكية. هذه إحدى المبادرات اللي توضع العاصمة دائما كمدينة ذكية. انتشار الانترنت عن طريق النطاق العريض في مملكة البحرين يعتبر الأول عالميا حسب اتحاد الدولي للاتصالات، وبالأخص مملكة البحرين فيها أكثر من 91% ونص مستخدم الانترنت. طبعا هذا يعطينا دلالة قوية بأن دخول جميع الأجهزة الذكية حاليا في مملكة البحرين في كل بيت، ومن ثم تعتبر هذه مبادرة مبادرات الجهاز الحكومي اللي يعزز التواصل بين الجهاز الحكومي والمواطن والمقيم في توصيل مثلا مقترحة أو شكوى، أو كذلك التعاون أو التواصل مع الجهاز الحكومي في خدماته الإلكترونية. فطبعا يعكس أهداف التوجه الحكومي في توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لتسهيل التجاوب والتواصل مع المواطن المقيم في مملكة البحرين. التطبيق ده هو نقلة نوعية، هو بين الخدمات الحكومية إلى المواطن في مكان بيته أو عمله أو نشاطه. بدل ما المواطن يروح للحكومة، ها الحكومة جت له هو. أنا أعتقد فكرة رائعة، مبادرة جديدة من نوعها، بتشمل كمان أيضا فكرة المتابعة. يعني هو مش بيقدم شكوى أو اقتراح، لكن ممكن يتابع الشكوى بتاعته راحت فين. ده اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه، الشراكة المجتمعية في تفعيل القرار وفي دور المواطن في التنمية.